تنزيل الرؤية الملكية السامية اللي كتوجهنا من أجل الارتقاء برأس المال البشري الوطني، وأيضا بالرفع من القيمة المضافة للمناصب الشغل. اليوم كننزلوا على أرض الواقع مع وزارة التعليم العالي ومع شركة مهمة اللي موجودة في المغرب منذ أكثر من 15 سنة، اللي كتوظف 1300 كفاءة، منها 80% اللي هي مهندسات ومهندسين كيشتغلوا في 4 المدن ديال المغرب، والبرنامج ديالهم هما يرفعوا مناصب الشغل الى حدود 4000 في السنوات الثلاث المقبله. هذا البرنامج كيحتاج مواكبه من طرف الدوله، وكنشكر السيد الوزير بالانفتاح ديالو على القطاع الخاص باش يخلي الناس اللي بغاو يوظفوا الكفاءات المغربيه، وهاد الكفاءات كيعطيو نتائج قويه اللي كيبرهوا بها العالم. هذا اللقاء هذا تيجي في هذا البرنامج توقيع ديال هذه الاتفاقيه ما بيننا وبين شركه التان. هذه فرصه اللي كتخلي باش الراي العام تفهموا بان كاين واحد في الحكومه، كاين واحد تنسيق اللي بيننا وبجميع الوزارات، وبالخصوص هذه الوزاره لان عندها واحد الدور كبير بالنسبه للتشغيل، وكذلك بالنسبه للتكنولوجيات الحديثه، وبالنسبه للكفاءات، لان ملي كانوا الكفاءات كيجيو المستثمرين. Nous sommes très honorés aujourd'hui de recevoir deux ministres pour signer cette convention et aussi surtout et principalement définir notre plan de développement pour les 3 prochaines années. Plan de développement, je vais dire tout d'abord quantitatif, puisque nous allons aller pour 2027 à 4200 personnes au Maroc. Aujourd'hui, nous sommes 2300 personnes. Donc c'est une ambition relativement forte, mais qui est mesurée à travers un marché qui est porteur et à travers une entité aujourd'hui qui est très structurée et avec un niveau de qualité tout à fait honorable pour le marché international.